النهارده بتنورني وبتشرفني بشبكه تلفزيون الحياه ومنوره المغرب النجمه الجميله الهام شاهين. ما مشيتش في حته في المغرب وانا ما يقولولي الهام موجوده سلمنا عليها. مدام الهام كل المغاربه بيسلموا عليكي وبيحبوكي جدا، وانا ببلغهم كلهم سلامي وبحبهم جدا 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 وبشكرهم بجد على مشاعرهم الحلوه وعلى استقبالهم الرائع اللي استقبلوني بيه. حافظين اعمالك كلها، واول يوم الافتتاح لسه بتفتح العربيه بتنزل لقينا كل الجمهور بينادي الهام الهام. مدام الهام راحت سايبه حتى ريد كاربت، راحت لفت على الجمهور سلمت عليهم. ما قالوا لي لا خش على ريد كاربت بالظبط. قلت لهم لا ما اقدرش اسيب الناس، لانه عارفه كان حاله كده يعني حاله فيها مشاعر جميله، فكان لازم اروح لحد عنده. طب انا لازم بقى اعزمك النهارده عشاء مغربي ارجوكي. ده انا بحبه حب، بما اننا في المغرب وهو فيري هيلثي بصراحه. لا الشاي رائع، ده في الدنيا برد، الناس مش عارفين احنا قاعدين في برد فظيع. الشتاء جه فجاه النهارده. مدام الهام نجاح طبعا يوم للستات من 2016 لغايه دلوقتي، يعني الفيلم بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب اهو بيلف مهرجانات بياخد جوائز ويتعرض هنا في ساحه الفن، الناس كلها متشوقه لاعمال النجمه الهام شاهين وبيحبوكي. وكمان الفيلم ده كنت طالعه بروحين، يعني المخرج المنتج والممثل وكانت لسه حتى كامله ابو ذكري بتقول لي يعني مدام الهام اتشجعت للفيلم ده جدا 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 وقالت يلا انا هدخل وهنتجه ويلا بينا نعمله. شوفي الفيلم ده بالنسبة لي حالة خاصة على كل المستويات. أولا هو الفيلم رقم 100 في حياتي، وأنا بالنسبة لي عارفة وإحنا صغيرين لما يقولون بتحلمي بإيه، نفسك في إيه، أقول نفسي أعمل 100 فيلم. ده بجد عارفة التارجت بتاع ده أنا عملت احتفالية بمئويتي بمئويتي بالسينما. عارفة زي ما حد في عيد ميلاده يقول قبل 100 سنة، بس أنت مش متوقعة أن هم يبقوا 100 يا. فانا لما عملت الفيلم رقم 100 حتى بقيت اقول ايه الله ده اتحقق اللي انا كان نفسي فيه، طب انا هعمل ايه بعد كده يعني. فعارفه هو حاله خاصه، حاله خاصه كمان في انه في 10 نجوم ونجمات من كل الاجيال من اكبر نجوم مصر، كل نجم فيهم يعمل فيلم لوحده. انا مش عامله فيلم لإلهام شاهين، انا عامله فيلم للسينما المصريه والعربيه. الفنانه الوحيده اللي لما انتجت ما عملتش فيلم لنفسها ولا على بالي ولا يفرق معايا، انا تحمست للفيلم في حد ذاته، حتى ما كانش فارق معايا انا اعمل دور فيه او لا او اعمل اي دور فيهم. يعني في وقت كامله فكرت ان انا اعمل دور ليلى اللي هو اللي عملته نيلي كريم، وبعدين في وقت تاني قالت لي لا انت تعملي دور شماية، قلت لها اوكي اي دور يعني مش فارق معايا، انا مش بعمل الفيلم عشان دور، انا بعمل الفيلم ايمانا مني برساله هذا الفيلم وبقيمه هذا الفيلم. ولذلك هو لف العالم، الفيلم خد 21 جايزه حتى الان يعني. فالفيلم رسالته جميله، يعني فيلم بيدعو الى الحب الى التسامح الى الخروج للحياه للشمس وللهواء للجمال، يعني يدعو للجمال. فيلم فيه انسانيات عاليه جدا، بيعبر عن ناس كتير ومش في مصر بس، في اي مكان في العالم في ناس بسطاء، عشان كده هم بيفهموه، عشان كده الفيلم ما بيروح اي مكان. هو فيلم انساني، يعني لما اجي اصنفه اقول فيلم انساني عن الانسانيه عموما، الناس البسطاء في اي مكان. هو فيلم مش عشان اسمه يوم للستات انها قضايا تخص الستات فقط، ولكن ايضا في قضايا للرجال مهمه جدا. حياتك قلت لي انا كان نفسي اعمل 100 فيلم، نفسك في ايه تاني في الفن ما عملتيهوش؟ احنا عارفين طبعا تاريخ كبير وعملتي اعمال كتيره قوي. نفسي في حاجات يمكن دلوقتي مش ما عنديش امل قوي في تحقيقها، لكن لان النوعيه اللي انا عايزاها اصلا ما بنعملهاش خلاص، الفيلم التاريخي يعني. انا كان نفسي زمان، من زمان قوي من وانا صغيره كنت بجري ورا مشروع، وكنت عرضته على الله يرحمه الاستاذ يوسف شاهين، فيلم عن ملكه حتشبسوت كاول امراه تحكم في العالم كانت امراه مصريه. يعني دلوقتي يقول لك المراه المصريه وصلت بقت وزيره، تفتكري ممكن تبقى رئيسه وزراء؟ لا، المراه المصريه كانت حاكمه، هي اول امراه تحكم في العالم يا جماعه. الملكه حتشبسوت اول امراه تحكم مش في مصر، في الدنيا. احنا عندنا تاريخ حافل حقيقة، وتاريخنا الفرعوني تاريخ مليء بالموضوعات المهمة جدا. يعني مش قادر أقولك مثلا أنا غيرت قد إيه لما لقيت في هوليوود في أمريكا بيقدموا فيلم عن كليوباترا، وإحنا لحد الآن ما عملناش فيلم فرعوني، يعني فيلم عن التاريخ الفرعوني اللي إحنا بنتباهى بيه قدام العالم، والسياح بيقولنا من كل الدنيا عشان يشوفوا هذا التاريخ والأثار العظيمة، وإن مصر فيها تلت أثار العالم، ولحد الآن ما قدمناش فيلم عن هذا التاريخ الفرعوني.
انا شايفه ان يعني ده كان شيء ناقصنا، لكن ما الحقيقه ما عنديش امل، لانه طبعا الافلام التاريخيه بتتكلف تكلفه كبيره قوي قوي، ويمكن يعني الظروف الاقتصاديه مش هتسمح دلوقتي. انا كان عندي احلام قصي بالفيلم ده انه يترجم ويتعرض في كل العالم ويسافر للدنيا، بس هذا الحلم خلاص. النهاردة بتنورني وبتشرفني بشبكة تلفزيون الحياة ومنورة المغرب النجمة الجميلة إلهام شاهين. ما مشيتش في حتة في المغرب وأنا مقولي إلهام موجودة، سلمينا عليها. مدام إلهام، كل المغاربة بيسلموا عليك وبيحبوكي جدا، وأنا ببلغهم كلهم سلامي وبحبهم جدا جدا جدا، وبشكرهم بجد على مشاعرهم الحلوة وعلى استقبالهم الرائع اللي استقبلوني بيه. حافظين أعمالك كلها، وأول يوم الافتتاح لسه بتفتح العربية بتنزل لقينا كل الجمهور بينادي إلهام إلهام. مدام إلهام راحت سايبة حتى ريد كاربت، راحت لفت على الجمهور سلمت عليهم. ما انا قالوا لي لا خش عليك بالظبط، قلت لهم لا ما اقدرش اسيب الناس، لانه عارفه كان حاله كده يعني حاله فيها مشاعر جميله، فكان لازم اروح لحد عنده. طب انا لازم بقى اعزمك النهارده عشان مغربي ارجوك ده. انا بحبه حب، بما اننا في المغرب وهو فيري هيلثي بصراحه، على الشاي رائع ده في الدنيا برد، الناس صح. مش عارفين احنا قاعدين في برد فظيع. الشتاء جه فجاه النهارده. مدام إلهام نجاح طبعا يوم للستات من 2016 لغايه دلوقتي، يعني الفيلم بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب اهو بيلف مهرجانات بياخد جوائز ويتعرض هنا في ساحه الفن، الناس كلها متشوقه لاعمال النجمه إلهام شاهين وبيحبوكي، وكمان الفيلم ده كنت طالعه بروحين، يعني المخرج المنتج والممثل وكانت لسه حتى كامله ابو ذكري بتقول لي يعني مدام إلهام اتشجعت للفيلم ده جدا 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 وقالت يلا انا هدخل وهنتجه ويلا بينا نعمله. شوفي الفيلم ده بالنسبه لي حاله خاصه على كل المستويات. اولا هو الفيلم رقم 100 في حياتي، وانا بالنسبه لي عارفه واحنا صغيرين لما يقولوا لنا بتحلمي بايه، نفسك في ايه، اقول نفسي اعمل 100 فيلم. ده بجد انا عارفه التارجت بتاعي. ده انا عملت احتفاليه بمئويتي بمئويتي للسينما. ف عارفه زي ما حد في عيد ميلاده يقول لي قبل 100 سنه، بس انت مش متوقعه ان هم يبقوا 100 يعني. فانا لما عملت الفيلم رقم 100 حتى بقيت اقول ايه، الله ده اتحقق اللي انا كان نفسي فيه، طب انا هعمل ايه بعد كده يعني. فعارفه هو حاله خاصه، حاله خاصه كمان في انه في 10 نجوم ونجمات من كل الاجيال من اكبر نجوم مصر، كل نجم فيهم يعمل فيلم لوحده. انا مش عامله فيلم لإلهام شاهين، انا عامله فيلم للسينما المصريه والعربيه. الفنانه الوحيده اللي لما انتجت ما عملتش فيلم لنفسها. لا ولا على بالي ولا يفرق معايا، انا تحمست للفيلم في حد ذاته، حتى ما كانش فارق معايا انا اعمل دور فيه او لا، او اعمل اي دور فيهم يعني. في وقت كامله فكرت ان انا اعمل دور ليلى اللي هو اللي عملته نيلي كريم، وبعدين في وقت تاني قالت لي لا انت تعملي دور شمية، قلت لها اوكي اي دور يعني. مش فارق معايا، انا مش بعمل الفيلم عشان دور، انا بعمل الفيلم إيمانا مني برسالة هذا الفيلم وبقيمة هذا الفيلم. ولذلك هو لف العالم، الفيلم خد 21 جايزة حتى الآن يعني. فالفيلم رسالته جميلة يعني، فيلم بيدعو إلى الحب، إلى التسامح، إلى الخروج للحياة، للشمس وللهوى، للجمال يعني، يدعو للجمال. فيلم فيه إنسانيات عالية جدا، بيعبر عن ناس كتير، ومش في مصر بس، في اي مكان في العالم في ناس بسطاء. عشان كده هم بيفهموه، عشان كده الفيلم ما بيروح اي مكان. هو فيلم انساني يعني، لما اجي اصنفه اقول فيلم انساني عن الانسانيه عموما، الناس البسطاء في اي مكان. هو فيلم مش عشان اسمه يوم للستات انها قضايا تخص الستات فقط، ولكن ايضا في قضايا للرجال مهمه جدا. حياتك قلت لي انا كان نفسي اعمل 100 فيلم. نفسك في ايه تاني في الفن ما عملتيهوش؟ احنا عارفين طبعا تاريخ كبير وعملتي اعمال كتيره قوي. نفسي في حاجات يمكن دلوقتي مش ما عنديش امل قوي في تحقيقها، لكن لان النوعيه اللي انا عايزاها اصلا ما بنعملهاش خلاص، الفيلم التاريخي يعني. انا كان نفسي زمان، من زمان قوي من وانا صغيره كنت بجري ورا مشروع، وكنت عرضته على الله يرحمه الاستاذ يوسف شاهين، فيلم عن ملكه حتشبسوت كاول امراه تحكم في العالم، كانت امراه مصريه يعني. دلوقتي يقول لك المراه المصريه وصلت بقت وزيره، تفتكري ممكن تبقى رئيسه وزراء؟ لا، المراه المصريه كانت حاكمه، هي اول امراه تحكم في العالم يا جماعه. الملكه حتشبسوت اول امراه تحكم مش في مصر، في الدنيا. احنا عندنا تاريخ حافل الحقيقه، وتاريخنا الفرعوني
تاريخ مليء بالموضوعات المهمة جدا. يعني مش قادر أقولك مثلا أنا غيرت قد إيه لما لقيت في هوليوود في أمريكا بيقدموا فيلم عن كليوباترا، وإحنا لحد الآن ما عملناش فيلم فرعوني، يعني فيلم عن التاريخ الفرعوني اللي إحنا بنتباهى بيه قدام العالم، والسياح بيقولنا من كل الدنيا عشان يشوفوا هذا التاريخ والأثار العظيمة، وإن مصر فيها تلت أثار العالم، ولحد الآن ما قدمناش فيلم عن هذا التاريخ الفرعوني. أنا شايفة أن يعني ده كان شيء ناقصنا، لكن ما الحقيقة ما عنديش أمل، لأنه طبعا الأفلام التاريخية بتتكلف تكلفة كبيرة قوي قوي، ويمكن يعني الظروف الاقتصادية مش هتسمح دلوقتي. أنا كان عندي أحلام قصي بالفيلم ده أنه يترجم ويتعرض في كل العالم ويسافر للدنيا، بس هذا الحلم خلاص. مدام إلهام اخترتي شخصية قوية، معروف ان شخصية مدام إلهام الحقيقية شخصية قوية، بس بتجيبي حق الناس كلها، فيش حد عمره راح يشتكلها في حاجة غير ما جبتي حقه. طب الحمد لله، دي نعمة من ربنا طبعاً. انه يقدر يديني هذه الملكة، ان انا يعني هذه الملكة ان انا اقدر اقف جنب الناس واجيب للناس حقها، ده امتع شيء في حياتي. يوم ما اقدر اساعد انسان في اي حاجة، في اي حاجة من اي نوع، ده يعني انا بعتبره نعمه كبيره من ربنا. بتحبي جمله ست بمية راجل؟ بتتقال لي كتير على طول، بتتقال، حاسه ان هيطلع لي شنب. لا لا لا، انت زي القمر. طب السؤال بقى، بما اني واحده ست ودايما ما بصور مع حضرتك، بتسال السؤال ده، مدام الهام بشرتها ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميله وزي القمر على طول، بتعملي ايه يا مدام الهام علشان الجمال ده يفضل على طول كده؟ والله انت اللي جميله. انا بشكرك يا حبيبه قلبي. هقولك بعمل ايه، ان انا ما بحطش مكياج في اغلب الوقت، يعني نادرا احطه لما يبقى فيه حاجه لازم تصوير، واحطه خفيف يعني ما فيش الطبقات الفظيعه اللي تكتمل المسام بتاعه الوش. واغلب الوقت انا في اوقات كتير هتلاقيني مصوره حتى من غير مكياج، انا ما بحبوش. فالمكياج هو اكتر حاجه بتبوظ الوش، طول ما الوش بيتنفس كده بياخد اكسجين في الهواء الطلق، انا بشوف ان ده كويس قوي للبشره. في المغرب نقول دايما عليهم انهم مذوقين للفن ومثقفين، وبيشوفوا نوعيات سينما كتيره، وبنشوف هنا في مهرجان مراكش في انفتاح على السينمات العالميه، كل الناس قاعده مستنيه تشوف يوم للستات في ساحه الفن، من اكبر الاماكن المفتوحه هنا في المغرب اللي هيكون فيها الفيلم بيتعرض. لسه حضرتك كل فيلم ده ما بيتعرض بتحسي لسه بالخضه، ولا خلاص عديتي المرحله دي؟ ما كنتش بتخض قبل كده، كنت بدأت أتعود واتطمنت إن الفيلم دخل كذا مهرجان وأخد جوائز ولقى استحسان من الجمهور، فخلص بدأت أتعود بعد مهرجانات كتير. لكن مش قادرة أقول لك أنا مخدودة قد إيه المرة دي بجد؟ أه. ليه؟ مواجهة الناس في أعداد، أولا تجربة غير مسبوقة، يعني أعرض في ساحة شارع، يعني شارع، وبيقولوا لي ممكن يحضر أكتر من 10,000، ممكن يوصلوا ل 15,000، الساحة تستوعب هذا العدد، ومتوقعين أن الناس هتنزل بأعداد كبيرة. أنا مخدودة أن أنا أقف في مكان فيه 10,000 شخص بيتفرجوا على فيلمي مثلا، تجربة غريبة. شوفي متشوقة ليها وعايزة استعجلها، يعني عايزة أحضرها وحابة ده قوي، لكن متخوفة جدا ومخدودة جدا. هما بيحبوك قوي، اتبسطوا كمان حضرتك لبستي الكفتان وكان شكلك فيه زي القمر، وقالوا إلهام لابسة الكفتان وبتحيينا هنا بالمغرب. أنا بحب اللبس المغربي جدا بجد، وبلبسه في أوقات كتير حتى في مصر، صح. في مناسبات بتلاقيني لابسة في رمضان كمان، وفي رمضان كتير قوي. هو لبس شيك وهوانمي، وأنا بحب أبقى ليدي كده. ليدي يعني أنا مش بحب الحاجات الشوبي او الحاجات الفانكي والحاجات الشقيه، انا كلاسيكيه شويه يعني في لبسي. وبعدين انا بلبس اسود، كنت على طول بدات الون خفيف كده، يعني كان بقالي مثلا 11 سنه تقريبا بلبس اسود، فلما لبست اللون الاصفر في موديل هو ما بين الفستان والكفتان، يعني هو مش كفتان صريح، الناس اتفاجئوا، انبهرت فعلا، قالوا استغربوا دايما عشان بشرتك فاتحه، فكانت الناس بتقول ايه هي إلهام عشان بشرتها فاتحه بتحب الاسود، بس انت قمر في كل الالوان، فهم ما شافوكي في الاصفر قالوا ايه ده، ايه الجمال ده. اخدت تعليقات كتير عليه، استغربت يعني، بس انا طبعا بفضل الاسود، انا بحب اللون الاسود. الاسود ملك الالوان، ده حقيقي، ده حقيقي. إلهام شاهين، حياتك عندك فيلم مع امير رمسيس اعتقد الفتره الجايه ان شاء الله، أول منزل مصر بقى، خلاص ننزل كده أسبوع ونبتدي نصور، اسمه حظر التجول، تأليف وإخراج أمير رمسيس.
الناس هتقول مدام إلهام اشتغلت مع كبار المخرجين، أمير مخرج شاطر بس سنه صغير، الموضوع ده بيفرق مع حياتك في الليكيشن؟ بحب الشباب جدا، بحب اشتغل معهم جدا. طب ما انا اشتغلت مع كاملة من الشباب الصغيرين، كاملة ابو ذكري، اشتغلت مع محمد سامي في فيلم ريجاتا من الشباب الصغيرين الجمال. لا انا بنبسط قوي ان انا اشتغل مع الشباب الصغيرين. وعلى فكره من انجح الاعمال اللي عملتها لما كانت لمخرجين اول اخراج، يعني مثلا انا اشتغلت اول اخراج لمجدي احمد علي في يا دنيا غرامي، اشتغلت اول اخراج في فيلم ايام الغضب لمنير راجي، اشتغلت اول اخراج في فيلم هارمونيكا لفخر الدين نجيده، وانا بعتبر دي من اجمل اعمالي. الحاجات اللي انا بقولها كلهم كان اول اخراج ليهم. مدام الهام، دايما بنقول ان في مصر القوه الناعمه فنانيننا، انتوا اللي حفظتوا كل الناس اللي في الشعوب العربيه اللهجه المصري من الفن. اما بتمشي وبتلاقي ناس بتنادي حياتك هنا في المغرب او في تونس او في اي بلد خليجيه او في اي مكان في شمال افريقيا، بينادوا حضراتكم باسامي الادوار اللي انتوا عملتوها، بتبقي حاسه بايه؟ لا ببقى مبسوطه جدا طبعا، بشوف ان الدور ده قد كده اثر فيهم. وبعدين منبسط قوي لما يجوا يحاولوا يكلموني بالمصري. صح، ما انتوا اللي علمتوهم اللهجه المصري، الغنى والتمثيل لذيذ. وهم ده اللي بيقولوه لنا دايما، ان الاغاني المصريه والافلام المصريه اللي كانوا على طول بيتابعوها علمتهم فعلا اللهجه المصريه، فبقت سهله، يعني هي اسهل لهجه في الوطن العربي عشان الفن، بسبب الفن. فنانينا المتميزين جدا مدام الهام، هي مثقفه جدا، فاهمه في السينما. قالت لي قبل كده انا اخذت فلوس من السينما فانا بصرف على السينما، يعني اما حضرتك انتجتي قلتي انا مش فارق معايا الفلوس، انا جبتهم وضاعوا الحمد لله، خدتهم من السينما وضيعتهم على السينما وشكرا. بس حضرتك شايفه الفيلم ما شاء الله لغايه دلوقتي بيحصد نجاحات واشاده، وده هيكون في تاريخ حضرتك الفني. شوفي انا النجاح الادبي هو اللي بيهمني، وانا ما باجي انتج والله ما بعملش ميزانيه للفيلم، انا بدخل وزي ما يتكلف يتكلف، ولا بدور في الاول على توزيعه، لان انا مش تاجره، انا مش داخله الفن تجاره. شوفي السينما فن وصناعه وتجاره، في كتير من المنتجين بيحطوا التجاره نمره واحد. اولا انا التجاره ما بحطهاش اصلا، بهتم بالفن والصناعه عشان فنانه صح، وادخل انا مش بتاعه حسابات ومش بتاعه ارقام، فطبعا بخسر. هتنتجي تاني مدام الهام بتفكري؟ لما بقى اما اجيب فلوس اشتغل الاول مع منتجين اخرين، اجيب فلوس وبعدين اخدها اضيعها برضو على السينما، وانا ما لهاش حل غير كده. القمر الجميله اللي شرفتني النهارده واسعدتني جدا باللقاء ده، بجد شرف ليا ان اكون مع حضرتك النهارده، ودايما متالقه ودايما جميله، ومغاربه كلهم هنا، كل ما حد يشوفني يعرف ان انا مصريه. سلمينا على مدام الهام، فهم كلهم بيسلموا عليكي، تحياتهم ليكي كلهم، كلهم قالوا لي احنا بنحبها بالذات، فهم بيحبوكي بالذات وانا بحبهم بالذات. بحب بجد الشعب المغربي جدا، لانه ذواق للفن. صح. من زمان بيحب الفن المصري، بيحب جدا الفن المصري ده، بيموتوا في ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، ولا زالوا لغايه دلوقتي. تخشي مثلا في مكان تسهري بالليل تلاقي ناس بتغني. صح. اغاني ام كلثوم، اغاني عبد الوهاب، اغاني عبد الحليم. انا زعلان ما بقاش عندنا في مصر كده، يعني انا لو متأثرين عايزة لما هم يجوا مصر وعايزين بقى يخرجوا في مكان ويقعدوا يسمعوا اغاني الطرب المصري الاصيل القديم، ما عندناش مكان كده، نفسي يبقى فيه كده. اكيد يبقى فيه طبعا، انتم عندنا فنانين جمال زي حضراتكم، نورتيني يا فندم وشرفتيني. اشكرك.